بصراحة كانت أمنية إن أنا أشوف محمد بقالي فترة كبيرة ما شفتوش. طبعا انشغاله التام وكان لظروف مرضية عندي. محمد صلاح ابني الغالي لما تعبت كلم والده وقال له كل حاجة للكابتن مصطفى قراني هلاك في انجلترا في مصر أي حاجة هو عايزها يعملها له. طبعا جميلة عمر ما هنساها له من ابن بيرد الجميل. واحنا طبعا ما عملناش جميل ولا حاجه، هو اصلا لعيب موهوب ما شاء الله من صغره، ولكن انسان محترم. وكان نفسي اقابله الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره والاعلام الكبير، حضر لي لقاء معاه وكان لقاء جميل جدا جدا. قعدنا نفتكر نادي عصمصون سنه 2015 لما بدا، وباسم مرسي وكريم الديب واللعيبه اللي كانوا الجيل بتاع محمد صلاح ومصطفى عبد الناصر واسماعيل بهجت لعيبه كتيره كتيره وحسام فوده. قعد يفكرني انا استعجبت، انا بتكلم معاه ببارك له على طبعا المنتخب، ببارك للكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن، وببارك للشعب المصري كله بفوز المنتخب يا رب ووصوله لكاس الامم الافريقيه وناخدها ووصوله لكاس العالم بخاطر العالمي محمد صلاح كابتن محمد صلاح. فوجئت اللي هو محمد انا بتكلم معاه، فوجئت بيرجعني للماضي ايام زمان وبيفكرني بحاجات اقسم بالله اللي انا ما كنتش متوقعها، اللي هو ما شاء الله الذاكره عالية جدا 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 زي ما هو لعيب عالمي هو ذاكرته عالمية برضه. كانت ازاي؟ بص يا استاذ تامر، احنا لما بدأنا المشروع كنا نجيب من مراكز الشباب، هي اللعيبة اللي فيها لعيب الكورة، النجوع والمراكز الشباب هي دي اللعيبة اللي هتقدر تبني عليها مستقبل نادي. عملنا ايه؟ محمد كان من قرية اسمها نجريد جنب سيوم، كان في سمسار بيجيب لنا مجموعة لعيبة مع كابتن علاء قاشي كان مدير الكرة ساعتها، وكابتن طارق عمارة وكابتن فرج الصعيدي التوأم بتاع الكابتن فرج. كنا بننزل مراكز الشباب ونشوف فيها. جالنا محمد، انا فوجئت جسمه ضعيف يعني مش متوقع، نزلت تقسيمه عاديه والله خماسي، بشوف بقى التحركات والباص والمراوغه ويعني بنكتشف فيها. المدربين دايما العاده بتاعتنا ان احنا بنعمل تقسيمه صغيره كده نشوف فيها اللاعب امكانيات. انا فوجئت لقيته بيعمل حاجات غريبه، مراوغه تمرير بطريقه سلسه جدا، بياخد مكان كويس، بيتحرك كويس جدا، خدته بسرعه جدا ومضيته في ساعتها واحنا في الملعب، حتى الاستماره معاه بقى وراها لحضرتك، ومضيت والده كان معاه وقيدته على طول في المقاولين، وتبنينا انا والكابتن علاء عكاش والكابتن عماره والكابتن فرج الصعيدي، وبدا ان عملنا جيل من مواليد 91 و92، جيل محمد صلاح وباسم مرسي والمجموعة الجميلة دي. طلبوا مني في مصر المهندس محمد عادل فتحي اللي أنا عايزه وكابتن ريو عايزين لعيب يكسر الدنيا في المقاول العرب في مصر من المشروع نادي عصمصون طنطا. فالحمد لله رب العالمين، طبعا في الفور اخترت كابتن محمد صلاح، محمد ابننا الغالي، وراح ما شاء الله. صحيح تعب في الأول وتعب جدا، كان لسه في المقاولين بيعملوا تجهيزات الإقامة للعيبة اللي بتسافر، كان بيسافر يوميا حوالي 4 مواصلات في اليوم تدريب ويرجع في نفس 4 مواصلات، من طنطا للقاهرة؟ من طنطا من نجري لباسيون وباسيون لطنطا ومن طنطا للقاهرة ومن القاهرة للملعب مواصلة كبيرة كمان. في القاهرة أنت عارف مواصلات القاهرة زحمة ومجهود رهيب، تخيل لعيب عنده 12 13 سنة بيبذل مجهود رايح جاي يوميا لمدة 6 شهور وعنده الصبر والمصابرة وظروفه المادية كانت صعبة، ومع ذلك كان بيتحامل ويحضر لأنه كان عنده إرادة حديدية. دي فيه فعلا فيه وكلنا مكتشفينها دلوقتي، عنده إرادة وما بيتكسرش الحمد لله بإذن الله ما ينكسرش أبدا ويفضل طول عمره عالمي.